اهلا مشاهدي متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء. نتواجد بالقرب من جنبات مسجد الحسن الثاني. كيف كتشوفوا امطار غزيره تتساقط في هذه الاثناء على مدينه الدار البيضاء، لكن هذا المقطع الطرقي ستشاهدون معنا انه يعرف، وبسبب الرياح وميني تسونامي اللي كتعرفوا هذه المنطقه، تساقط هذه الحواجز، كذلك هذه الاعشاب تتبعد. بقوا معنا انتم مباشره على قناتكم شوف تيفي. اذن كيف كتشوفوا تساقط الحواجز، الشاب كيفاش تبعثرات وتضغرات ووصلت الى جانب الطريق. كتشوفوا الأعشاب كيفاش درات ووصلت إلى جانب الطريق. شوفوا معنا الحواجز كيفاش سقطت بفعل تسونامي اللي كتعرفوا هاد المنطقة في هاد الأثناء. حواجز أخرى كتشوفوا الرياح و تسونامي اللي ضرب هذه المنطقة و هذا المعبر الطرقي. في هذه الأثناء سنحاول أن
نعود بكم وندخل شيئا ما داخل هذا المعبر كي نقف على الخسائر الحقيقية اللي تسبب فيها هذا الميني تسونامي في هذا الأثناء. الأعشاب الأرضية تضررت بفعل تسونامي اللي عرفته هذه المنطقة قبل قليل. خسائر وصلات حتى لهذ البلاصة بعيدة عن البحر. أنتم لازلتم معنا في هذه الجولة اللي كنرصدوا من خلالها الخسائر التي ألحقت بهذا المقطع الطرقي بالشاطئ الساحلي المحادي لعين دياب، واللي عرف واحد الخسائر كبيرة في الأعشاب في الحواجز بفعل الرياح والأمطار القوية والميني تسونامي اللي ضرب هذه المنطقة.
شكرا على تتبعكم هذا المباشر، نلتقي في مباشر آخر بعد قليل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.